الحين اللاجئين ذولا اللي تسم أن الجزائر تسميهم لاجئين، المغرب تسميهم مرتزقة، في دول تسميهم العكس في ضد مع السوالف هذه ما أعرف، بس وين موجودين حاليا؟ السؤال أنت شخص الجزائر يوم يجي الإعلام الرسمي الحين الفيديو أنت تشوفه من الإعلام الرسمي قناة الشروق يتكلمون عن لاجئين الموجودين بتندوف، يعني تندوف جزائرية ولا مغربية؟ تندوف جزائرية، معناته من داخل الجزائر، والإعلام هذه يرفعون العلم ذا من داخل دولة الجزائر. هم لاجئين، قلت أنت لاجئين. مين لاجئ يحمل كلاشينكوف؟ كيف وعلاش أنت اشتري كلاشينكوف حاملينها داخل تندوف؟ الحين أبوي ترى أنا الحين الفيديو قدامي الحين من تندوف، ها؟ أنا أشوف التلفزيون قدامي ما تشوفه. ومظاهرين ضد الأمن الجزائري يطالبون شو اسمه بجوازات السفر عشان يطلعون من المكان. أنا هذه ما زمش هذا الخبر يا أخي، أنت راك تشوف فيه ما فهمتش وش من الشروق لا تشوف. شارقة ولا مو بشارقة، بس أنا نكلمك الصدق، الحين السؤال واضح، العلم ذا وين يرفعونه؟ هذا العلم حق الدولة هذه، ما أدري إذا أنا أعرف الدولة عندها رئيس وعندها سفارة وعندها جواز سفر والسوالف خرابيط هذه، بس يسمونها الحين بين قوسين الدولة الوهمية، الدولة الوهمية هاي يرفعون علمها من وين؟ يرفعوها في بلادهم، معليش تدخل أمرك يعني الجزائر بلادهم الحين صارت جزائر جنوبية صح؟ معليش نطرح عليك سؤال برك. قلت بلادهم، لحظة شوي، الحين أخذوا بلادكم صارت بلادهم كيف؟ معليش دوك نطرح عليك سؤال. معليش لحظة شوي يا حكيم، لا تمرر، ترى هاي مغالطة كبيرة. اعتقادية يكرهها في الأمم المتحدة. يا أبوي لحظة شوي، أنت مررت مغالطة كبيرة بعدين يعدمك تبون. انتبه. تعرف وش قلت صح؟ تعرف وش قلت؟ قلت لك تندوف تقول دولتهم، دولة منو؟ ما قلتش دولتهم، قلت دول تندوف تبع الجزائر، راهم هما لاجئين. هنن يرفعون الاعلام داخل تندوف، معناتها ايش؟ معناتها مسوي لكم دوله داخل دوله. كيفاش مسوي لك داخل هذا؟ مفهومك انت. لا يوم يجي حد انا في الامارات مثلا وتجيب علم ثاني، علم دوله ثانيه ويرفع ابو ظبي، معناتها ابو ظبي صارت دوله. صح اخي، هذا بمفهومك انت، بصح انت كيف تفهم المنطق؟ المفهوم المنطقي شو يكون نقاش تمام، بس ما نمرر مغالطات. لا معليش، ما حاش نمرر مغالطات. يزعلون منك تقول انت سلمت تندوف للدوله الوهميه هذه، صارت دوله تندوف الجزائريه الجنوبيه. يا جاسم، هذا كلامك انت لا تتكلم به لسانك. لا انا بتكلم كي تجبد موضوع يا جاسم كي تجبد انت كي دير موضوع، درت موضوع الجزائر، هذا الموضوع راهو بين الجزائر والمغرب، محال تخرج المغرب من المغرب بعد الموضوع. لازم تسيروا لي المغرب الحين، تحرر من المغرب الحين، تحرر. طلعوا لي يا اخي المغرب دويله، انا المغرب والله ما راني سامع بهم كاع، المغرب دويله. انت عقدتك المغرب، انت تتابع فيهم، انت عقدتك المغرب الحين. لا الحين انت اللي جبت سيره المغرب صح؟ لانه مشكل مغربي جزائري، ما في مغربي جزائري الحين الوضع. لا لا، ما تقدرش تتكلم عن الصحراء الغربيه بدون مغرب. تمام، وين الصحراء الغربيه؟ هي اسم الجزائر الجنوبيه، وين الصحراء الغربيه؟ لا لا، الصحراء الغربيه لانه ملك لا هذه الصحراء الغربيه ملك الصحراويين، ملك الصحراويين، كانت مستعمره اسبانيه. تمام، والمغرب طلبوا الحمايه من فرنسا في سنه 1912. ما عندنا موضوع بكان علاقه اسبانيا الموجوده. اسبانيا انت يا اخ جاسم، انت ماكش عارف تاريخ تاع المغرب، ما عندكش المشكله هذا، وراه تحلني انت ماكش عارف. انا خبرك ماكش حافظ بالدرس يا اخويا، هذا الدكتور جاسم بيصير رئيس تندوف، مفروض تحترم. سبق وزرت المغرب؟ لا ما زرتهاش انا المغرب، بلدنا كبيره، انا نزور الجزائر. أنا يوم فتحت البث والناس يعرفون، صار لي 4 أيام كنا موجودين كازابلانكا، وصرنا نزلنا بطنجة مرتين أو 4 أيام أو 5، وبعدها أخذنا التجربة أن بنصير لين آخر شيء لين موريتانيا، وحنا سايقين بالسيارة عدينا على غادير وعدينا على طنطان. تعرف طنطان يحصل فيها موسم الإبل حق الإمارات، ووايد ناس تشارك الموضوع، وحنا سايرين لين آخر شيء لين المنطقة هذه اللي اسمها الغرغرات والكركرات ولا شيء هذا القبيل، ما تحصل إلا الجيش المغربي وإعلام المغرب، وفي العيون أتحصل السفارات حق تقريبا 18 دولة. بعدني ما شفت العلم ذا، العلم اللي تكلم عنه، ولا شفته داخل موجود الأماكن. وجلسنا مع ناس في المناطق هذه وضيفونا الشاي وضيفونا وايد أشياء، وطلعنا وياهم بالإبل وسوينا مسابقات، ولا حد مشتكي من الوضع، الكل مستانس وعايش أموره وحياته، ولا حصل شيء. الجيش مغربي، محطات البنزين مغربية، الإعلام مغربية، الشرطة مغربية، الشعب مغربي. الحين العلم ذا وين موجود؟ الدولة اللي تتكلم عنها الحين وين مكانها بالضبط؟
وين مكانها؟ اي الصحراء الغربية. انا يوم رحت ما حصلت شيء. معناها الامم المتحدة وكل دول اللي عندهم القضية تاع الصحراء الغربية مهبل، وانت تقول اسمها قضية وهمية. لا بس لحظة، اللي محطين السفارات داخل الاراضي المغربية حتى هم هابيل؟ معليش انا راني طرحت عليك سؤال. انت تعرف ان الامم المتحدة تأسست في الدعارة في سنة 1958 في امريكا، وتعرف ان اخر مرة يوم طلع اظن الوزير اي وزير من المغرب الوزير حق يسمونه الخارجية قال لهم انا مالي خص في اعتراف الامم المتحدة اي ولا بي، اهم شيء الحاصل. يعني من 75 لين حين ما في الا الاعلام المغربية داخل الدولة، ما في شيء ثاني. العلم ذا وين ينرفع؟ ينرفع داخل دولة الجزائر. يعني ليش صار في دولة جزائر شمالية وجزائر جنوبية؟ جزائر دولة واحدة اخي، ما عندناش احنا علم ثاني. كيف عندكم علم ثاني تحت؟ اللي ودهم يطالبون مثلا بدولة انهم يقتطعون شيء من المغرب، هذول اللي اسمهم الصحراء الوهمية او الغربية، وهي غربية اساسا، في شمالية وفي غربية. بس الحين وين موجودين اساسا؟ بتندوف، تندوف داخل الجزائر. معناتها ايش؟ من 75 لين حين يا اخي الفاضل، هذول راهم لاجئين، افهم هذوك دوك ما شاء الله دكتور يا اخي. لاجئين وصارت في ذاك اليوم، صار كيف لاجئين وصار في حرب يوم فتحوا معبر الكركرات، يوم هجم الجيش المغربي وحرر المكان ذا وحطوا الاعلام وسيروا كيف لاجئين عندهم سلاح يدافعوا على الاراضي تاعهم. وين جابوا سلاح؟ عند سلاح لا روح اي روح ايرعوا اي. قلت لك جاسم لازم تقرا تاريخ باش تفهم انت راك لاجئ. كيف الجزائر سمحت ان اللاجئ يمسك سلاح؟ اللاجئ يا اخي دافع على الاراضي تاعو. بس كيف اللاجئ اسم لاجئ اساسا؟ تعرفوا شنو لاجئ؟ اللاجئ يعني مجرد من السلاح، مجرد من الانسانيه، مجرد من وايد اشياء، شارد من الحرب. يعني الانس ما عنده سلاح. كيف الجزائر كدوله الجزائر الشماليه سمحت ان اللاجئ ذا يدش داخل اراضيها وعنده سلاح، عنده كلاشينكوف وعنده دبابات وعنده مقلات وعنده طباخ وما ادري ايش وسوالف ماشي داخل الجزائر هذيك، هذيك راهي داخل المغرب الصحراء الغربيه، ما راهيش قاعده في الجزائر. انا يوم كنت موجود في المغرب ما ماشي من هالقبيل، موجودين بتندوف. يا اخي كي تمشي في الصحراء المغربيه بقى كاينه رقعه هي هذيك راهي فاصله تلقى عظيم. والله اقسم برب الكعبه ولا حد يصرف علي لا المغاربه ولا الجزائريين ولا غيرهم غير رب العالمين وبارك الله في عمان وفي شيوخنا، والله العظيم ان ما في شيء ولا رقعه ولا مرتزق ولا طير يطير ولا وحش يسير الا الجيش المغربي، وفي جدار عازل لين تحت وتوصل الكركرات تفضل لموريتانيا او معليش رام ثلاثة. الحين صار ثلاثة. الحين اذا الموضوع بين اثنين وش دخل الثالث؟ وش اذا الموضوع بين اثنين وش دخل الجزائر بالموضوع؟ الحكومه الجزائريه تقول لك احنا مع الصحراء الغربيه عادي. وليش مو مع المغرب؟ ليش مع المغرب؟ ايه ليش مع المغرب؟ ماشي مع المغرب. حرب